أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. بشار الأسد يزور دولة الإمارات العربية المتحدة ويستقبله في مطار أبوظبي رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. سرايا القدس الجناح العسكري لمنظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تعلن اغتيال علي رمزي الأسود بريف دمشق في عملية تحمل بصمات إسرائيل بحد قولها. قوات سلطة الأسد تقصف بالمدفعية بلدة كفرة عال بريف حلب الغربي حسب مراسل حلب اليوم. الاستخبارات التركية تعلن تحييد محمد يلدرم المراقب بحمزة كوباني الذي كان مسؤولا عن الشؤون المالية لقصد في محافظة حلب ومنطقة تل رفعت في عملية أمنية شمال سوريا بحسب وكالة الأناضول. وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة تعلن تمديد فترة تسجيل طلاب الامتحانات لشهادة الثانوية العامة والتعليم الأساسي والإعدادي دورة عام 2023 لغاية يوم الخميس السادس من الشهر الرابع 2023. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقول إن روسيا دمرت سوريا لأن الشعب السوري لم يتلقى الحماية الدولية الكافية، مشدداً على ضرورة عدم إفلات موسكو من العقاب.